بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات ده لببغل يلحدا إلى آيات ده لببغل يلحدا يصغال وسورة البقرة نبي الله إبراهيم نكي دود بعد حمرتي نمرودها نمرود بن كنعان بن كوش دود دي وكبه علي ووحو يري الله هيغو واكا وحنا دي لوحنا نولايا مركو إبراهيم يري وأنا وان دي لأنا وان نولايا يري إلهي قرح ده الله مغرب وحكا كينا مشرق أدو مغرب كينا فبهيت الذي كفر ووارعي وحاكولو جرت أو كالذي مثل الذي كي أو كلمة أقاتي تاهرا واحد ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أو كالذي مثل الذي كي ما أقاتي مر على قريتي نكاسوها عزير بوها وهوي قرية وبيت المقدس وما كي يهود انتو بخت نصر بابي وعراق جاي عزير كاسد بغسون هذا وحي صدى هراء النبي الله إبراهيم أنك ويحيي ويميت ويلي يوحو في سي وأقيه إن الله وحنزل وحنن عليه inu indaha saaro sidoo alla wuxuu dilay waxana u noolay wad kur xishba nabiga lugu yir balshee idoo waqti qali ibraahimu ibraahim oo yiri rabbi rabbaga oo arinay itus kayfa sidii tuhiil mowtaa waxa dhintay aad u nooleyso qali wuxuu yiri allah awalam tu'min miyada rumayn nabiga qali wuxuu yiri bala waan rumayay walakin uridu waxaan doonay li yadma in qalbi qalbigaygu إنه حصله. قال الله وحكوده فخذ قاب قبو أربعة أفر من الطير شمبراء فسرهن إليك فسرهن إليك فعلك سرعة تضمين وحلى إله لا كتر معنيه سهرة أصلك آها معنى كلا لدحق لي إلا ذا كتس فسرهن قوقو يو إليك حقاق أصائل فسرهن حقاق أصائل وقوقو وحقاق أصائل و وفعلك معني سمه هو إليك ذاكيني صورتنا وقوقو ثم اجعل يهل على كل جبل بور الأرك كل قد منهن أربعة حقو ذا جزء قيبك يهل ثم ادعهن أياد يأتينك ويكوئما سعيا أرد بيكوئمانه وعلم أقو أن الله ألا عزيز كغالب ويحكيمنا وفرسا نبي الله إبراهيم مركو ننكي وشي أقول الله يحيي ويميت وأجي هاي تاوه بقى، بركة تنشك كما هي، ليس الخبر كل معاينة النبي جايده، نبي الله موسى مركي ليه إن فتنا قومك، نبي موسى ديمونا أمونا آدم سيحنا قن، لوح دي بالوسر دي بتوه ردك قرين، بركو هم دي مغلي يجو هم تهاية، يجي هذا صف وطورة، نقول ليس الخبر كل معاينة، بركة نبي الله إبراهيم وحو حيسيي وأجيها قال لي وحنا دي لو حنا نولاياه إنه فرصمدة عندها سعره مركا قلبك هو إنه دجده يقين تي سهرة يقين كلا وجوش كرني مركا وحلا يعني هذا حديث باكر أورانية بخاري هو نحن أحق بالشك من إبراهيم إنه النبي قولي أنا أشك هو اللي تام عن هذا حوالي أنا قم أشك سنين إسنا وشك سنوين مركا مثلا وحلا يعني أفر شنبرات سوقار أفر ثا شنبرات إن اللي أجاده مقعي هذا وعقيدة هي وح علمها كت على لقاء من دم تشره هذا قيمة لها الله هاي القرآن كأنه شيء لها وحصل له شيء قا دجاج يداوش به الكليلة طلابا نلا نديه سيرين هي حمام هي غراب بها هاي أفرت أنت هذا شكله شر شرته بورع وكلا قيم مرك أفرتي بسوق بتالي روج ورع ما ذهب كشرين تنتي بالكي وحتى كتف وشكله داريي ديجي وشكله داريي heli kubitu isku dhex jartaray isku dhex daadi oo qaybe isku jiraba burbu dusha u saaray afar bolood intii qaybe burbu u saaray u yeed baaleeri marka wuxuu arkayay dhigi oo dhigiisi kala doonanay baalki oo baalkiisi kala doonanay hilibko kiisi kala dooyo kala dhex boodaya oo marka mid waliba kaamiloobay umadhiisi u yimid buu arkay qudratu illahi ta'ala marka nabi ibraahim liyad ma in qalbi buu يعني أركت عقيقين تيذي هرئين قبي يعني هدنا يقين هذا بالمثل المركز الله بريء أكله إلهي إنوك أقبل ويأجزه
إلهي أقبل كيسو ددتي ليد ما إن قلبي وده كرتا إلهي أقبل بنكر جيني ناس وما إلهي أقبل كيسو ددتي ليد ما إن قلبي قلبي قد جيا أذو هاد أقين إلهي كو أقبلني مركز سلاسي حالة دعائي شنبرهن إن لا إنوشة وحب قيمة ساس ملو عقيدة كم تعلق ده وحصل إذا هذا وديك تجار داووس أنا طلابني لاندي شيرين يو توك يا حما marka waa qisa ajeeb oo nabi ilaahay ibraahim ba sida allahiisa u bariyay inaguna waa inaan allahayna barino oo waxa la wixii aynu doonayno waa inaan allah toos u barino si qalbigeena u xasilo wadkur bal sheek ba la yiri bal sheek taa quraanka kuma jirtee laakiin id taas ku taluqaysaa id waqti qaalu yiri ibraahim ibraahim rabbi rabbiga yow arini itus kayfa sida tu xilmu taa ku wadhintay u nooleyso qaala allah wuxuu yiri awalam tu min miyadan rumaynin miyadan rumaynin قالوا حلو بلا وارف ماي ولكن وحن دون يا أريد ليطمئن قلبي قلبي جاي إنه حصله ويقين تيدي هو يقين كلا يقو درمته قالوا حوري فخذ قبا أربعة أفر من الدائرة شمبراء فسرهن جوجو مل إليك عجاب وسائل أنت هتشرتوت جوجو عجاب وسائل وكان التضمين وحلا إذا بلغ هذا التضمين فعل كمعنيه سمعنا أنا هاي نقل للدنسين وقت صلاة الله سمين marka soo eelida ilaada ku tusinaysa ee ficilka macnihiisu waa googoyn sumajal surhunna googoyo xagaagu soo eel sumajal yel ala kulli jabal bur walba minhunna iyaga xagooda juz'an qaybiyan sumajhunna uyan yatiina ka kuma sa'yan iyagu ordaye ku iman marka wuxuu arkay dhigi iyo dhigi isku darman iyo baalalka is doonanaya iyo hilibka is doonan oo mid walba madhaxeedi أي دون نيس وأعلم أقو أن الله الله سبحانه وتعالى عزيز غالب يهي وصدو دون يهلك رأيت كده وشغين كرتانا ما شكت حكيما وفلسا مثل الذين كوي السفادات ينفقون بحياء أموالهم حوالها بحياء في سبيل الله ألا درت أبحياء قو صدقاتي يزكدي يجهاد كسوة قليان كمثال حبة وفيري أوكال حبة فيري أنبتت دالسي سبع سنابلة تضب السبول في كل سنبولة سبول والبوحة كترة مئة حبة بقول حبة دون والله ألنا يضاعفه قل الله باه لمن يشاء وقفك دونه والله ألنا واسع فدله فدلقيسه بلاني عليم عب قفك أجرقة نفقد بحية وحصد قيسة جهادك كبحية تتكباها سيية زكادة أبحية حبت فيريوه مالغو أبوري oo todoba sabool waxa weynu aragnaa xabad fiiriga bilmad haruud yar yar oo kale wax oo solo la ilaahay reerihiisa ga baha todoba sabool saboolkii la arkay 100 ba ku jirta marka 700 oo goor ugu yaraan xasanada 10 goor ila 700 oo goor yalla la balaba wuu dhaif liman shaaw oo kabidan kara Allah subhanahu wa ta'ala waye bi hasabil ikhlas wey bi hasabil ikhlas 700 liman shaaw marka aayadan soo dagtay wuxuu nabigu ilaaliyay rabbi zid ummati ilaahu ummadayna ku kordhibu nabigu yiri markaas waxa soo dagtay inama ay wafasabiruna ajran bighayri hisab marka ninki sadaqa la baxo jihadka ku bixiyo dadka baahan siiyo ajrigaagu heerkaas u taagan yahay ogow masalu alladina ku isfadadu yusquna bihiya أموالهم حوضوا في سبيل الله ألا درته بحيا ألا تركيسه بحيا جهادك كميدي هاي صدقاء وزكاة كميدي هاي كمثال حبة وحبة فيري أهو كالي فيري فيري سولميرا أنبطت بحيساي سبع سنابلة تضب السبول في كل سنبولة سبول والبوحة كل احترامية حبة بقول حبة دوت تضب بقول غربة لقول الله والله ألا يضعفه الله لمن يشاء وقفك الدونه todoba in ka badan buu laaba 700 wallahu alla wasi'u fadluhu fadlihiisu wasa' wa ya'limun aqwi alladina kuwa yunfiquna bi amwalihim hawlahuna fi sabilillahi alla wadadiisa alla darta u bixiya thumma la yutbi'una an ra'inin ma anfaqu wahi bixiyan manan galad sheegasho wala adan dib an ra'inin lahum waxa usugnaaday أجرهم أجرهم إضافته حكين أجرهم كيمتاوي عند ربهم ربي قد اكتيسه ولا خوف عبسي عليهم دشوا ضماءها
ولاهم يجون يحزنون كون مرجون ما هو حكتري لا خوف عليهم في المستقبل وح مستقبل خصوص على كبقيان مشروا وحكتري كم مرجون يان مشروا حلو يصير نكبحية هو أن من نخرأ إنن ما نقول حوي تهبلوا حس أكسين شري وساس أكوني يادن قرنين دي بكونوا وحوي إنه روحي يرخص ضياء ولقي بأنا كسو كرين شري وهذا يصير سلام بدي هو استعجل تاعي وحكوا يده وأنا ولقي كسين شري أجر جود وكامل ويا قوة قوة أجر جود وح كله كبر برينا وينائما مركا من نجهر راعين وحن من أهين روح هداد واني نيسا بالمثل داد كان هاد عروسا يرسا قديم سي واحو كالي وانيه هو كان كسو كوريون سيدا كووو عيو ساكو وانيه هداد كو واني نيسا تادب مالي إساق أممان نشيغي نيسيدي واتكو دي في قلي نيسا تادب مالي وين شاك شاك إن ميلاها كالا لغاسي وهبل بان وحسيه اللي يدا ماءها حتى إن اللي يدا هادو انتا سو صدقان بحي انتا سو صدقان بحي ماءها هداد نصدق adna aan lagu xamanin wada ninka weyn oo xoolaha leh waligiisa wada ka bixin lama arag baa lagu dhisaa ma dadka u sheeg inay wada ka bixinayso ee waxa safiican sadaqada aan zakada ahayn hata idan aniga ahayn inaad u dhiibto ya fiican ay bixiyaan alladina kuwa yunfiquna bixiya amwaalahum xoolahooda fi sabilillahi alladatu u bixiya thumma la yutbi'una an ra'inin ma anfaqu wahi bixiyan manan galad sheegasho ولا أذن لب أي فوحي الدبان وعنانتان ويسان داد ما تهيد أنا كسوكر انترين لهم محاوصونا لأجرهم أجر ودي أي مطيني قلب صدين عند ربهم ربي قد اكتيسا ولا خوف عبس في المستقبل عليهم تسعظم مستقبل كما بقيان ولا هم يحزنون من أمرقوني قول قول معروف وناكسا يوم مغفرة سامحات فوحي وحكوكو بيات كالسامحة يا خير كخير بذن من صدقة 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 سو يتبعها وراعيه أذن لب والله غني حليم الله وكافتون يا صدقة دينه يدينكم بواحدين ترتليلي هجاتية حليم رود القات بدن الروح هذا كيكم الله شيكتو ذات كدبي الله رود القات بدنيه معناه حوي صدقة صدقة للراعي من يدب للراعي وهكذا بدن ذات خذ هذا ولا تقول هذا ولا الله استور وش فرفرني يا سلام هذا حيث خير الله كرسي oo ruuxi ee dadka kugu sameeyo waxay kugu yaqaloocdana aad iska saamaxdo sadaqa man ilaaciye taas ka qayb badan waxa sadaqa man ilaaciye way burburtayba meeshaba ma taalo qowl qowl macruuf oo wanaagsan oo dadka hadal wanaagsan kula sheekaysato waji furfuran iyo farxad iyo hadal khayr leh iyo magfiratun saamaxad aad qofkii waxay kugu qaloocday saamaxdo ya khayrun ka khayr badan من صدقة صدقة يتبعها الرائي يقفك أذن لب والله ألا غني في غني وحليم وضلقات بدنه وحكى صعدبها السميسان إله إذين ضلقاتنا يا حتى صور نقطان بافعا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي لا تبدلوها بربريننا صدقاتكم صدقة إن أجر جيدا ويوحى الله وداه بالمن قلت شاقا يوال أذى لب أطروحا سيسان ku galat sheeytaan oo dibtaan waxa weeye kaas waxa la mid ah qofka man iyo ada raaciyay kaladiikii oo kale yuu fiqo bixiyay maal uu xuliisari xoolihiisa riya anaasi dadka istususkiisa wala yuuminu an rumaynin billahi ala rumayn wal yawmil akhir akhira an rumaynin aliya akhira mar rumaynin ta macnaheedu waxa weeye ibaadadiisi yuu alla qeydku ila niyad daahirka wuxuu muuqdaa inuu wax sadaqaysanay laakin niyadiisu waxa weeye alla qeydku ree يعني قف مؤمن إني ساتي كسر ذي أذكتها لكن دين تكبح ما روح رياء هدو وحي سأتصي عبادة غير الله بوليم مرك الشرك يوحبا سوه سقال كده دي هدو وحا من سيهاي كمبحن مرك وحو لميدي هاي قف كمال كيسي بحيي قف كاهرة يمن نقي أداها سمي قف حول مال كيسي بحيي استصص الرياء بحيوه ها هلو أمانو بحيي geesi weeye u bixiyay waa deeqsi buu bixiyay sharaf iyo adeelo cid oo halaga tala qaato u bixiyay ya ayuha alladina amanu mu'minin tiyay la tubdiluha habburburinina sadaqatukum sadaqayinkina wa ajriga wax burburaya gar sadaqada ilaa way baxday bil manni dibha ku burburinina iyo bil manni galad sheegad iyo wal adaa dibha ku burburinina aad ruuxi dibta kaas waxa lamida kaladi ki oo kale
ينفقوا بحيي ماله وحوليسة رياء الناس ونسنا أجر أجر ذاتك استسسكي ولا يؤمنوا عن رمينين بالله الله عن رمينين واليوم الآخر يعني وحقف أن علي آخر رمينين سيدي 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 يقول لغمي فمثله نكا سفديسو كمثال صفوان لقح أكلو يصلح عليه دوشي ستراب وحوري عليه تار أي تارنتاه فأسابه وحا أصيب سلحي وابيل نصوب مهيجانه فتركه حكايسي السلدا صوبا بكايسي لا يقدرون ما أودان على شيء إن شاء الله مما كسبوا وحش غيسان هو الرياء الذي يستوس أبحية وحي أي شخص محالق مثاليين لقح ميليال وحوري عيده سارنتاه والرقوين مهيجانه انتو كداي سبسب نقضي حوله هذه السلاسة نقضي حولها أي بحيان واد عرى رب قاضي وين وحبك كما تناول بالمثال كذا وحي لم يده صدقه أي بحيان لقح ميل يالو إن يرو عرى سارن تاي والرب وينين تكود عرى ديكا كلا تكتاي محالك هل يقول السلاسة كالو يحوليها أي بحيان رأى الناس أتوسين وحبك أود أمال كهل مايان فمثاله النكا سفدي سحوليس استوس سبعيين كمثال صفوان صلح أو كلوي عليه دوشي ستراب عن رأي سارنتاي فأسابه حاكرد عيو هلي وابل الرب مهيجان فتركه حكايسي سلدا صوبا بكايسي مركز سيدا درته سيدا لقاحا عيدي الرابك أغد الغالي لا يقدرون ما أودان على شيء شيء دوشي إني كسبدان ما أودان مما كسبوا waa shaqaysteen imma kasabuu da hata hadu dhaxal ku helay ila isagu baa shaqaysay waa milkigiis waa tijaradi iyo wixii uu shaqaysay wixii isagu shaqaysay wallahu alla la yahdi mahanuni alqawma qawm alkafirin oo gaalo aho qofka xoolihiisa riya annasu u bixiya mahanun sana gaalimadu in yadu la jira wallahu la yahdi mahanuni alqawma qawm alkafirin oo gaala wamathalul ladina ku sifadoodu waxa way ينفقون بحي أموالهم حول هذا ابتغاء مرضات الله إلهي في ذيه سطلب كي كبحي يوتثبيتا سقنان يفرحد من أنفسهم نفط ذكاهات ويكردبتها كمثال جنة وبر أو كلا بجربوة المال مرتفع وذات كؤون قادين كتالة أصابها وأصيبه وابل فبوين مهيقان أصيبه فآتت لتمد أكلها من هذه ضعفين إلا بالله مركي كوة كلا لأيضا فإن لم يصبها دون أصيب وابل فوقين فضل تحتيح با يكفي كفلان والله ألا بما تعملون بصيرا ماشا وحوي زرعك زرعك أدماشا كبيرتي وصدقه وصدقه زرعك وحا مليهيس وصدقه بيرتا أدكب حسين وفي سبيل الله بيرتا أدكب بيرتي زرعك مليه وحنا تبيرتي أبورك وحد كبيرتي ووحنا أدبحسي بيرتا أدكب بيرتينا وألب درس يعذب بحسين خب وذا وحلق وذا ميل تحتيه هضاتك قادم معها ميل دفري أهو وكك على الدردور إنما هضاتك جلين وميل ير مرتفع عيد ويناد دلك عيد أو كلا سدا سو كلا أهو ربك ما أنت ودن هدوك دي وجلوس وهاوي وحلق وسها من جانته هدي أنت عكر كلا قاضي بالبلد داق دوجيس هل كهدو يهين صدق بلد بالد داق ويجلي وما قال لا يوين بير يعني دل صنعة أو ربوه هنداتك حاقين بيهون أين هريرها أوجك على الدرك إني وعي أو دل صنعة وحوي نك صدق دي سبحيي تاسو كلو لما ذي هاي ومثل الذين كوي صفضوا ذي يفقون بحيي أموالهم حول هذا ابتغاء مرضات الله إلهي في ذي سدلك في كوب بحيي إيه وتثبيت السكنان يعني كسر قاضي قلبي سكسر قاضي من أنفسهم نفطوا يكذبتها كمثال جنة بير أو كلوية بالربة المال مرتفع والدلسان أكتالة أصابها أو أصيبه وابل نفرب مهيجانة وفآت اللتمد أما كانتين أكلها من هذه ضعفين إلا بالله فلم يصيبها دون أصيبه وابل نفرب ويني فضل تحتيح با يكفي كافي والله ألا بما تعملون وحد عمل فشان بصير وإذكارك بيرتها أبور كيدو ووحنا تبحينيش shaqada aad ka qabaneysaan waa niyadaada wanaagsan beerta lafteeda aslaaxuna waa waxna aad la dirsu bixinaysa waa misaal baa leena soo sii ay wadu ma jecel yahay ahadukum mitkin anta kuuna inuu haato lahu isaga jannatun beer oo min nakhil timir
وعناب عنبة تجري أي صعوت من تحتها وسيد الأنهار واديات وترقي بيه وهوس مريا لو حقوصنا فيها بيرتا دحلانا من كل ثمرات من الأردن وأسابه بإساقين وحا أسيمي الكبر الدأب أسيبته ووينادي ولهنا وحاوصنا ذرية العرور ضعفاء وتبردرا فأصابها بيرتي وحاكور دعي إعصار دبي الحوق له وفيه إعصار كدحيس النار دبو كتير آدو قبو فاحترقت كبتي نك عمل كي سوار نكا سوكالي كذلك سيداس يبين الله الله أعدى لكم إذك على آيات آياتها لعلكم تتفكرون سأدو فكرتان باش عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوى أصحاب في الجوغان يقول وراء أيضا محايد الله تهي معنى هذا الله ورسوله أعلم به انتو عروا ذي بقولوا ورمان نقاني وان نقانا مدون بها لكن سيدا سيسبحين ما يسو عبد الله بن عباس وقية لابا يرفي نفسي الشيوان وحباء أنيق إيقوشرة مركا سويري نهو هاي سلا يراني نير باطا هاي يحيح بولي وحولوا الرجل أي رجل بولي لعمل بولي انتا سكود داين نعم بويه ونن وحول ميدي هاي نكن مثال كاني نن حول إلهي سيه يا عافمادي يا برواقه أو شقيه أو داعة ألا كبحيه أو ميل والبكود داعيسي أو مركي آخر كيسا هايدون شيدان دوفصدي أو ميل حنو بحايا وحوليه ميل حن كبحيه كان نقاقه وحي هرادان كان ألا ميدي هاي بويه وقتكو نن كان وقتكو أغرف أغباهنا يبيرتي سيواي سوما sabo daciif oo gaboobay arurtiisa oo dhaafa waqtigu baahna ninkaasuna waqtigu ugu baahan yahay iyo ajirgiisi waay oo qiyaamaha Alle hortiisa markuu joogo de wixii uu horey u qabtay waxa uu tarmahayo shaydaan baa dib ka dursaday waay ayo wadu ma jecel yahay ahad kumitiin anta kuuna ina waa talo isaga jannatun beer oo minna khiilin timira waa ninkayn misaalka wax ino nidi waa nin Ilaahay intu gani ka dhigay oo xoolo siiyay oo markii hore si fiican u maamulay كذبنا شيطان دوفسده وين مركو أغباهنا يوني أجري هلين ننكم بيرت مثال كاللغا ديگنا مركو أغباهنا يبيرتك قبت إلي هدون نندلن يرى أيها عروتي شحوق ليد هاي ديبو إساقة طبعا الله سوما أي ود أحدكم يتكين مجعلي هاي يعني خاتمة ذا لدون إلي قد داله أن تكون هنا أوها تلو إساقة جنة بير من نخيل تمره وعناب عنبه تجري أي سعطة من تحتها وصيد الأنهار واديال توقت كالية دي وميل والبكة سعطة لو حوى هذا فيها جنة دحلية بيرتة دحلية من كل ثمرات من الأردن كوي قينا كوي عردان كاها واسابه الكبار دأبا أصيبي وينبا أصيبتي ولو حروت عن ذرية عروض ضعفاء وتبردلا فأصاب أعثار مركو أغبا هبنا أغض ضعيف سنا يبيرتي كقبت وأنك أنتو markii hore khayr badan ka shaqeeyay shaydaan duusade markii ra wax baas oo u kacay weyn kaas markuu ugu baahi badan yahay yuna wixii helay kana markuu ugu baahi badan yahay wuxuu ka lumay faasaba isaarun fihi isaarun dabayl xoog leh oo fihi dhixdiisa naarun dabu ku jira qabowgu naar buu noqdaa sigfigadan oo kale uu ka dhixiray waayadii hore waxa maday leeyda oo dhulko dhan uu qallali dadka ku tarbaanka wada dharkay wataan bay shidan jireen baalay markuu banka ku tarbaanka ku qabsado وفحترق لي قبتي بيرتي كذلك سيداس يبين الله الله أعدي لكم إذنك الآيات آياته لعلكم تتفكرون سيعة في كرتانه بل دي بعد قفر كرتانه خاتم دين يا عمل كات قبان إيسان يا الله تعلم كيه شرعك موافق سيه آخر محاط أردقتين كفكرة يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه أنفقوا بحية من طيبات ما شيكيس وناكسا كسبتم أرشقيستين ومما كي حقنا كبحية أخرجنا لكم أن إذن كسو صار من الأرض نباتك ولا تيمموا أو قسطين الخبيث كحن ومنه وها أتكسبتين تنفقون حالك أضوح بحنيسة ولستم إذا نهين بأخذيه كوقاتا إلا أن تغمدوا فيه إن أتكو عند اللابتان موي وشي قبح إن أتكو قادتان موي أيضا قادتين ماشي وحوي مركا أضوح بحنيسة وهي أتكسبتين تجارة يوحي wixii dhulka idin ka soo baxo nabaadkii iyo macdanta iyo waxa marka aad bixinaysaan ka xunha u qasina waxa idin ku qaataan bilmati inta dayl ninki ku yahay duudin siiyo inaad uu ninka ka xishootaan mooyay idan qaadanayn hadii uu inuu wax ku siiyo inaad ka xishooto mooyay war waxa bixinina leey
ayadu waxay ku soo dagtay Abu Ayyub al-Ansari ba sheego anaga nagu soo dagtay buu wuxuu yiri markay beertu eetimid wax beer badan baa in Madiina waday wax beer badan ansaartuna beer badan baa ilaahay qoladan muhaajiriinta iyo ganacsiga u badnaaya yaa intaan beer ka soo guro rubcooyin waaweyn ka soo goyno timir fiican yaa nabiga nabiga sursuud jiray fuqarada masjidka joogtaa ka cunay jirtay markaa dadka qaar ba waxay soo gurayaan timirta xashmiga la yiraahdo timirta xun iyo tadaadata iyo tayar dhadhan iyo intay soo guraan bay keenayeen ayadu quladaas ay la hadlaysay marka waana si guud oo markaad wax bixinayso de waxaad anadu ba qaadateena bixine waa fiican bixin anoo hadda waxa wax yar qalbigay ku jira dadka ma aragtay dhila hadii laga eego waa gar dadkan bariyay suuq ina la jooga khiyaal muxuu u taray yaad qalbiga ka dhigto loo riyaal muxuu u taray haddana haddii kulligood riyaal u wada helimaysay kulligood shan riyaal iyo toban riyaal u wada helimaysay marka haddana waa iska daruur bal mid kale hadii loogu daro walaa waxaan buu taray baa sidii marka markaad wax bixinayso iska ilaali ya ayuha alladina amanu dadka mu'miniinta ah anfiquu bihiya min tayyibati ma shay kiisa wanaagsan kasabtum aad shaqayseeno tijaaradii xoolihii tijaaradii wamima kii xaggiina wax ka bixiya akhrijna lakum aan idinka soo saaray min alardi dhulka nabaadka iyo midhihiya walaa tayammamuha u qistina alkhabiisa kuxuno minhu kaa aad bixinaysaan tunfiquuna xaalka aad wax bixinaysaan balki yacni tunfiqu ficilkaasi waa xaalo walxaallasum aydaan ahayn biakhirihi kuwa qaadan lahaa ilaa an tuqmiduu inaad ku indhalaabtaan mooye fiihi qaadashadiis ku indhalaabtaan mooye yacni wejigabax ma taqaan aad ruuxaad ka yar soonaysaa ruuxa naga deebaad dihilay waclamuu ogaada waclamuu ogaada waclamuu ogaada ana allah alqaniyun inuu qani ka yahay waxan bixiya laydin leeyahay xamiidun uu mahadsan yahay allah ficil kasta uu sameeyo amar kasta uu bixiyo wuu ku amaanan yahay waa mid fiican marka wax bixiya laydin leeyahay alla waa ka qani wax bixintii naase idinka wax idin tari weey idinka khayr idin yahay alla uma baahna wa ash-shaytaanu shaydaanki waa sadaqadii baa laga soo leeyahay wax bixintii shaydaanki waa halka ku taagan ash-shaytaanu shaydaanku yaciidukum wuxuu idin ballan qaadi idin yabohi macnaha idin sheegi al-faqra faqri wiyamurukum wuxuudin amri bil-faxshaay waliba waxun buu idin amri wallaahu allana yaciidukum wuxuu idin ballan qaadi oo idin yabohi maqfiratan dambidhaaf oo minu xaggiisa ka ahaatay iyo wafadlan fadli waa fadl waa ajir fara badan wallaahu waasicun caliim shaydaanku intuu ku isooga agtaago haddaad wax bixinayso arday caruurtaadii baa u baahane qaraabadaadii baa u baahan haddaad inta yar iska bixiso xageed wuxuu dooni waa kan oo dhulka abaar iyo waxba ka jire war waxba iska bixin buu shaydaan ku leeyahay weliba faxshu idina marka intaa kali ku intaa markaad ka ogolaato hore uga sii gudbi intaa markaad ka ogolaato hore uga sii gudbi faajibka waa ka salaada la yiraahdo salaada sunnaha raatibada shaydaanka lagu la dagaalama hadduuna qofku raatibada tukani faradku ugu iman shaydaanku laakiin raatibada hadduu tukado faradku waa nabad galay sunnahanu ba isku haysanaya waa sidaasoo kale oo markaad ka ogolaato bakhaylnimadii inta in yar baa hadana kugu sii dari maalin bii buu kugu sii dari ashaydaanu shaydaanku yaciidukum wuxuu idin ballanqaadi wacdiga waa taqaana yabooda war sidaasaa jirtuu leeyahay alfaqra faqri buu idin ballanqaadi idinku cabsi gelin war waad faqriyoobaysaan buu idin leeyahay wuu idin ballanqaadi oo waxaan idin sheegayaa inaad faqiirnimo haddaad iska bixisaan wiyamurkum wuxuu idin amri bilfaxshaay xumaan oo talaabadiisa horeba usii qaaday intaa kale idinku dayn maayo wallaahu alana yaciidukum wuxuu idin ballan qaaday oo idin yaboohi maqfiratan dambi dhaaf oo minuu isaga xaggiisa kaaday wafadlan ajri fara badan wallaahu alla waasicu fadluhu fadligiisu waa waasic caliima marka ka qadin baa laleeyahay ilaahay fadligiisa waasic ah adigu ficilkaaga ha uga qadine alla sidaad fadligiisa uga qaybgeli lahayd ku dadaalo sadaqada bixi yuutil xikmata alla xikmadda wuxuu siiyaa cilmiga naafica ah ma yeeshaa uu qofku doono waman yuutal xikmata qofkii xikmad la siiyo cilmi naafic iyo fahmi faqad uutiya waxaa la siiyey khayra khayr kasiiran oo badan culimmadu hadalla badan bay ka leen yuutil xikma yuutil xikma fahmi qofkii alla siiyo waxay culimmadu inta badan waxay leeyihiin qur-aanka iyo fahmigiisa qur-aanka iyo fahmigiisa qofkii alla siiyo cid walbaysaa ka sarreeya wax kama qani ma jiro culimmadu saasay u badan yihiin waayo nabinimo kuwaa yidhi hadda nabinimadii wayba go'day cid la siinaya ma jirto wayba tagtay soo maaha alqur'aana wa fahmahu wa fiqhahu xikmada la sheegaya
يؤتي الحكمة حكمة الله وحسي يا قرآن كي يفهم جيسا هذا إن دش الله يا ما دش كاه أنت ما قف كادو دش كاه يؤن فهم سنين دي حكمة ما يعني أجربوا كهل أقرن تيسا يقول كاين تيسا لكن حكمة دي مردون معنى قرنه وإن القرآن كأقريه معنى سين قرنه تيل حكمة الله حكمة وحسي علم نافعة وقرآن كي يفهم جيسا ما يشاء وقف كدونه ومن يؤتى الحكمة حكمة قفك إلا سيء قرآن كان لفهم سيء فقد أوتيه وحالة سيء خير خير كثيرا وبضا وما يذكر موان تومه إلا أولو للباب عقلك هو صاحبك أمويان عقلك هو اللي شيء وقفك الله كبقى أمبا عاقلة قفك الله كبقى عاقلة وحوي بركي قالتا اللي سويدي عقلك هذا كورها وإلهامتان عقل ما قف أليسي سوء عبيلة أنقرنين عقل ما الله سبحانه